سيادة المستشار، يمكن اللي بيسمعنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن إيصال الأمانة يقول طب كتبنا إيصال الأمانة وكتبنا كل البيانات، أمضي مثلا اسم ثلاثي ولا فورما ولا الاسم الثلاثي والبصمة بس؟ طب ناخد الأستاذة سناء الأول ونرد عنها. الأستاذة سناء، مساء الخير يا فندم. ألو، اتفضلي يا فندم. أنا مع حضرتك. اتفضلي يا أستاذة سناء، حضرتك معانا على الهواء. أيوة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أنا بكلم مثل المستشار، سيادة المستشار. معاك يا فندم. إحنا عندنا قطعة أرض وعندنا ثلاث شقق، والمجموعة دي كلها في ثلاثة شركاء. حضرتك سامعني؟ معاك يا فندم، معاك. والحاجة دي كلها مشاع، يعني الثلاث شركاء مع بعض. في اثنين شركاء من الثلاثة باعوا كل الحاجات دي مثلا، أو باعوا شقة من الشقق أو من الشقق الثلاثة اتباعوا، وقطعة الأرض يعني بيساوموا إن هم يبيعوها وما أعلنوش الطرف الثالث. إحنا نتصرف إزاي معاهم؟ وهم قالوا إن إحنا بعنا، ولكن ولا ورونا عقد ولا راضيين يورونا عقد، وقايلين إن هم أدوا الحاجات، يعني في عدادات للشقق وكده أدوها للشاري برضو بدون ما يعلنونا. إحنا الطرف الثالث طبعا، وقطعة الأرض 350 متر وثلاث شقق، منهم شقة فوق السطوح وشقة تحت وشقتين جنب تحت، وكل الحاجات دي مع الثلاثة الشركة بس كله مشاع. احنا نتصرف ازاي لو هم باعوا من ورانا؟ هم اللي باعوا دول بيملكوا اكتر من، على ان احنا الطرف الاضعف اللي هو ليه جزء واحد وهم الطرفين مع بعض. تمام. استاذ سناء، الطرفين اللي هم الشركة الاثنين اتفقوا مع بعض وباعوا. طب. وباعوا الجزء بتاعنا بدون اعلان، بدون ما يعلنونا. تمام. استاذ سناء، ولا في الشقق ولا في اي حاجه. استاذ سناء سامعاني حضرتك؟ انا سامع حضرتك. سياده المستشار بيسال حضرتك، الناس اللي باعوا دول بيمتلكوا قد ايه من الحصه؟ هم كل واحد التلت. احنا ثلاثه شركاء، اثنين اتفقوا مع بعض اللي هم. ايوه يا فندم، ما احنا فهمنا. واحنا احنا الثلاثه شركاء. تمام. المتبقي المتبقي اللي ما باعوش بيفي بحقكم ولا لا يفي؟ لا، احنا لينا التلت في كل الحاجات اللي انا قلت الاول. على اساس انها شائعه، ما انا فاهم. انا قصدي اقول لك بعد اللي هم باعوه لسه فاضل حاجات تفي بالتلت الخاص بحضرتك؟ يعني التلت هم قالوا باعوا الشقق وقطعه الارض، قالوا لسه هنعلمكم ان احنا هنبيع ونقول لكم. تمام. طب احنا هنرد على حضرتك حالا. شكرا يا استاذ سناء. ايه موقفها هنا؟ هل من حق المالك على الشيوع ان يبيع دون استئذان الطرف الثاني؟ مش من حقه يبيع حصص مفرزه دون الرجوع، ماشي، للايه؟ للطرف الشريك. انه محدش عارف نصيبه قد ايه بالظبط، وبعدين كمان مش عارف نصيبه، مش عارف نصيبه فين، لانه مش محدد. هو نصيبه شائع في كل ذره من ذرات المال الشائع. تمام. كهيك عقار او كشقق. تمام. فليه مجرد حصيله نقديه او مبلغ نقدي. طب المشكله اللي هنا، هو باع طبعا، هنلوم على المشتري انه كده معناه ان هو يعني ما سيء النية. وارد ان يكون سيء النية، او ما عندوش ثقافة قانونية كافية، او ما كانش معتمد على حد، او مثلا واحد منهم كان هو المالك الظاهر. ما بص، دي نظرية حساسة بتاعت المالك الظاهر، ما بنحبش يعني احنا يعني نتجاوز فيها قوي، لان بتدي نتائج وخيمة. تمام كده، انها بتفتح ابواب ان اي حد بقى بيبقى ظاهر بمظهر الملك انه يتصرف، ويبقى يجي حسن النيه يقول لك ملوش حمايه قانونيه. طب ما انا اقول لحضرتك، انت جايلي بنظريه الملك الظاهر. بنظريه الملك الظاهر دي حضرتك المرادف بتاعها انك ما اطلعتش على مستندات الملكيه، رحت يعني انا واخد بالشبه بقى ان انا اللي قدامي دوت منه بيظهر لي بمظهر الملك، ده خطا وبيبقى موجود. طب انت ليه ما طرحتش على مستندات الملكيه؟ كان هيظهر لك ان ده مش كمالك. صحيح. مالك ظاهر شكلا. صحيح. ولكن موضوعا معه شركاء اخرين. يعني في خطا فادح في الاخر. ان خدت بالمظهر بس. طب هو مش فيه حاجه اسمها ورق سند الملكيه؟ سند الملكيه وتسلسلها. صحيح. تمام كده. طيب ايه هنا؟ هم اللي طلعوا لها عقود ولا طلعوا لها اي حاجه؟ هنقول لها ايه بقى؟ اما يجي المشتري دوت يجي يبتدي يخش الشقه، تروح عامله له على طول محضر غصب حيازه وغصب الشقه. ده محضر لازم ليه الشريكه، هتعمل له محضر انه غاصب الشقه. تمام كده. يعني استاذ سناء، اول خطوه زي ما قال سياده المستشار اللي هو محضر غصب بالنسبه للي اشترى الشقه. تمام تمام. هيعمل ايه بقى اللي اشترى الشقه في الحاله دي؟
هيضطر عشان ما يبقاش مغتصب انه هيقدم سند ملكيته علشان يبقى حائز بسند صحيح وسند ملكيه سليم وما يكونش مغتصب عشان ما يخشش في جريمه اغتصاب. ليه؟ لسكن الغير. تمام كده؟ طيب في الحاله دي هيقدم العقد، هتبتدي هي بقى العقد كده تقدم، فبقى عندها صوره منه، هتبتدي تعمل له دعوه بطلان عقد البيع لصدوره من غير ذي كامل صفه. تمام كده؟ دي هتعمل ايه تاني؟ هتعمل انذار لباقي الشركاء بانها بترفض رفضا كاملا انهم يتصرفوا في أي حصه مفرزه، ماشي، او اي حصه دون الرجوع ليها مباشره في ايه؟ في رأيها في عملية البيع من عدمه مع احتفاظها بحقها، وبطلان أي تصرف يتم من الشركاء دون الرجوع ليها كتابة. دي أبسط حاجة ليها، وبعد كده هتكمل إجراءاتها، حقها مضمون 100%. تمام. الأستاذة ميري، مساء الخير يا فندم. أستاذة ميري. ألو. أستاذة ميري معانا؟ حضرتك مع معاك. اتفضلي يا فندم معانا، اتفضلي. طيب مساء الخير يا أستاذ ماشي. أهلا بحضرتك يا فندم. بص حضرتك كل سنه وانت طيب. يا حضرتك طيبه يا فندم. بص يا استاذ نشأت، انا عندي شقه مأجرها الايجار المؤقت محدد المده لغايه سنه، فجه عند السنه ما رضاش يطلع. ايوه فندم. فاعطيته انذار قبلها بشهرين على اساس انه يطلع. ايوه ما طلعش. فبعد الشهرين قدمت وكلت محامي ان على اساس ان يكلمه فرفض المكالمه، فبعمل ايه؟ وحضرتك اتخذت اجراء قانوني ولا لسه يا فندم؟ ما انا قومت محامي بس بقالي شهرين ما ردش عليا. طب المحامي رفع الدعوه ولا ما رفعش؟ رفع الدعوه، صدقني ما رفعتها معاه. يعني طب في جلسه، نزلت جلسه ولا لسه ولا ما تعرفيش حضرتك؟ لا لسه ما نزلش وما اعرفش، كان المحامي قال لي لو كانت نزلت جلسه. تمام ماشي. لا خلاص طيب، شكرا استاذ اميري، شكرا فندم. ايه الموقف هنا فندم؟ هو موقف ده بسيط جدا طبعا، بعد يعني صدور قانون 4 سنه 96 بقت الاشكاليات الايجاريه ديت بقت معتاده وكتير جدا في المحاكم. تمام. بخصوص عدم خروج المستاجر بعد نهايه المده المتفق عليها. طبعا هي انظرته كده بايه؟ باعتبار ان هو غصب للعين وانها بترغب في انهاء العلاقه الايجاريه، رفض. هنقول لها النهارده ان انت من حقك لو وارد في العقد شرط صريح فاسخ بان العقد يفسخ من تلقاء نفسه فور انتهاء مدته. هي بتقولها موجود. تمام. فتقدري تلجئي لمحكمه القضاء المستعجل، ودي محكمه ما بيبقاش فيها لا اعاده اعلان وبيبقى حكمها ايه؟ سريع جدا. لكن المهم انها ما تقعدش مده طويله في عند المطالبه بالحق عشان لازم توفر شرط الاستعجال والخطر العاجل، ماشي؟ لو انت قعدت مده طويله قبل ما ترفع القضيه بتاعتك هيقول لك لا هنا مفيش استعجال، فتضطر ترفعها موضوعيا بمده اطول. يعني يفضل الاسراع. طبعا علشان ما يبقاش في فاصل زمني كبير يفقد الاستعجال في اقامه دعوه طرد مستعجله، او في الحاله ديت هيبقى طبعا الوقت يعني مهم بالنسبه لها في استلام شقتها في اسرع وقت ممكن. يعني استاذه ميري، يعني زي ما قال سياده المستشار ضروري تتابعي مع المحامي وتعرفي هو رفع دعوه نوعها ايه؟ خصوصا انه مهم لو دعوه مستعجله يبقى عنصر الاستعجال مهم، يعني ما يبقاش في فتره زمنيه طويله. بالظبط كده عشان تبقى طرد مستعجل. تمام. الاستاذه اميره. ايوه اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير. لو سمحت انا عندي سيلفي واخد شقه في البيت ايجار. من هو اتوفى ومعاه المدام والولاد موجودين بنات. ايوه فمن 41 سنه العقد. ايه اخبار القانون الجديد للسكن يعني؟ قانون جديد الخاص بالعلاقه الايجاريه يعني؟ حاضر يا فندم، حاضر. هو المستاجر توفى من قد ايه؟ من 6 سنين كده. من 6 سنين. هو المستاجر مباشره مش والده. لا هو المستأجر. طب حاضر هنرد عليك حالا. طيب شكرا يا فندم. هي بتسأل في قانون جديد؟ هي لا، هي بتسأل على التطورات اللي بتطلع بيها شائعات بين فترة. ما عايزين نطمن الناس. لا لا إيه؟ لم يصدر أي تعديلات أو أي قوانين معدلة بخصوص قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 77 أو 136 من سنة 81. ما زال
محل بحث ولازم هيحصل فيه استطلاع جماهيري علشان طبعا بيترتب عليه نتائج في قاعدة عريضة جدا من المجتمع، فما ينفعش يطلع بدون بحث عميق. فما زال حقهم طبقا للمادة 29 اللي هم أولاد المستأجر الأصلي، ما زال الامتداد القانوني سليم قائم، وحقهم اللي هو بتاع الخاص بالفقرة الأولى اللي هم الأولاد الزوجة تمام الأب والأم إذا كانوا موجودين، غير كده طبعا اتحكم بعدنا من مسيرة الامتداد ليهم. وزي ما بنأكد وأكد سيادة المستشار، لم يصدر حتى الآن أي قانون خاص بالعلاقة الإيجارية ما بين المالك والمستأجر بالنسبة للوحدات السكنية، سواء الغرض السكنة أو المحلات. اللي صدر فقط هو قانون الشخص الاعتباري. نعم. نعم. من يقوم بالتأجير للشخص الاعتباري من حقه أن يسترد العين المؤجرة بعد 5 سنوات يا فندم. بالظبط، بعد زيادات محدده طبعا بنسب، وبعد كده بتسترد بدون حكم قضائي. طيب. بامر وقتي، بمجرد امر وقتي. طيب ماشي. ناخد الاستاذه حكمت، وده اخر تليفون وبنعتذر لباقي التليفونات. الاستاذه أيوة. حكمت اتفضلي يا فندم. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. لو سمحت، انا عندي محل تمليك. أيوة. ملك بعته. اللي اشتراه انا قافلاه من سنه ما خدته من 94. أيوة. مش مشغلاه، مغلق. وبطلع بقدم اقرارات الضريبه بانه مغلق مغلق. ليا 3 سنين عملت تغيير مفاصل رقب وما قدمتش اقرارات ضريبه. رحنا نسلم البطاقه الضريبيه قالوا هاتوا مخالصه من الكهرباء. رحنا جبنا المخالصه من الكهرباء ورحنا نقدمهم، قالوا انتوا بعتوا الدكان. قلت انا ما بعتش الدكان. قالوا لا انت بعتيه. المهم وبعد كده هو قومت محاسب مدوخني وتدفع 15% من ثمن البيع. طب انت بعتي يا استاذه حكمت؟ انا بعته الدكان. بعت الدكان. طب انت حضرتك عليك 2.5% بس، مش 15 اللي هي المحاسب قال لي 15. لا يضرب التصرفات طبعا ديت بتبقى 2.5% من قيمه المبيع. هو اكيد التاني ده عمل صحه التوقيع وقدم اساسا العقد علشان يطلع بطاقه ضريبيه ويمشي في اجراءاته بخصوص السجل التجاري، او النهارده عمل اجراء بخصوص تسجيل المحل. ما الضرايب ما بتعرفش الا بالطريقه دي. انا بص بقول لحضرتك، انا مش مطلعه سجل تجاري، انا طلعت ده. انا بتكلم على المشتري عشان ادخل الكهرباء بس. وجبت شهاده من الكهرباء ان انا مش فاتحه المحل، ورحنا نقدمها مع بطاقه ضريبيه للضرايب، قالوا لي انت بعتي المحل. قلت ايوه ماشي انا بعته، لازم تدفعي 2.5. ايوه حاضر. أيوة. 2.5 طيب. مش 15. 2.5 يا استاذه حكمت مش كده؟ 2.5 ولا 15%؟ هما قالوا لك ايه يا فندم؟ انا المحاسب اللي راح اتصلت بيه النهارده بيقول لي ده انت تدفعي 15%. لا احنا هنرد على حضرتك حالا. حاضر سياده المستشار، وانا مش عارف اعمل ايه. قال لي اكتب لك عقد ب 150 بدل ال 400 عشان تدفعي ضريبه قليله. لا يا فندم لا لا لا، وهو راح يعمل صحه توقيع على العقد ابو 400. لا ده احنا هنرد على حضرتك حالا. سياده المستشار هياكد على نقطه مهمه جدا، ودي بتسري على اي بيع يا فندم. طبعا طبعا. شكرا لحضرتك. 2.5 ولا 15؟ هي 2.5%. تمام، دي اول حاجه. الجزء الثاني اللي هو يتعمل عقد اخر ب 150,000 وهو متباع قبل كده ب 400,000، ده بيعتبر هنا تهرب ضريبي، ده ينزل محكمه جنايات. تمام كده، تنزل محكمه. استاذه حكمه يا ريت تركزي مع سياده المستشار في النقطه دي يا فندم. دي يعني اول حاجه 2.5 يا فندم. 2.5% من قيمه الثمن الفعلي اللي اتقدم. وعلشان نوضح برضه للناس ماشي، عشان في ناس بتحط يعني ايه اتمان صوريه. في لجان ماشي في مصلحه الضرايب دلوقتي خاصه بتسمين الايه العقارات او الايه الامور محل الضريبه. حتى لو ما فيش يا فندم، ده خطر. يعني انت دلوقتي ابيع حاجه ب 400 اكتر. لا ما هنا ده في ضرر. هنا دي الموضوع ده بقى، ده احنا بنقول بوجه عام، يعني حتى اللي بيخفض القيم في العقود علشان تقربا من سعر 2.5% بقى في لجان بتتمن اساسا يعني ليه الاثمان السوريه دي. بتقول لا ده الثمن ده سوري والثمن الفعلي سعر المثل هنا كذا، وبتاخد ضريبه على المبلغ اللي بتحدده اللجنه مش اللي في العقد. طب سريعا كده عشان وقتنا خلاص. فاحنا بنقول لها انت مستحق عليك 2.5%،
هتدفعها على ال 400,000 اللي اساسا معمول بيها صحه التوقيع وفي ملف معمول بيها. ازاي نعمل عقد ثاني؟ يعني انا بقدم دليل ادانه في تهرب ضريبي؟ صحيح. ماشي. لا احنا ما ننصحكش طبعا باي حاجه. وفي 2.5% مستحقه ومفيش 15%، وانت غلقه النشاط وفي شده من الكهرباء، فبالتالي يا فندم انت حقك كده وحق الحكومه وحق الضرايب ماشي في ال 2.5، وتبقي امورك تمام. شكرا لسياده المستشار عبد العزيز الاشقر المحامي بالنقد والدستوريه العليا، اكيد شرفتنا يا فندم. بنشكر حضرتك على ردك على جميع الاستفسارات. شكرا يا فندم وشرفنا بوجودنا مع حضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين، بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومه قانونيه مفيده. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، على وعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعه 7:30 مساء على الهواء مباشره. شكرا لحضراتكم، تصبحوا على خير.